يسيح ليل نهار عاد بيصيح بيستعطي عند الهيكل وبيشحد بشكل صريح وبيشحد بشكل صريح إذن الله أو البشر بالتأكيد ما في جدل طاعتنا لله وحده في الشمس وبضو القمر في الشمس وبضو القمر لما شاف بطرس من بعيد قال له ارحمني أنا وحيد تحنن بطرس على المشلول شفا فورا باسم يسوع شفا فورا باسم يسوع إذن الله أو البشر بالتأكيد ما في جدل طاعتنا لله وحده في الشمس وبضو القمر في الشمس وبضو القمر أما الكهنة غضبوا كتير لا بطرس أعطوا تحذير ممنوع تحكي عن يسوع قال رح طيعوا لو شو ما يصير قال رح طيعوا لو شو ما يصير